مشاهدينا، موضوعنا هلا هو كمان الجيش اللبناني ولكن بغير سياق. بتعرفوا كل سنه بينظم الجيش اللبناني سباقين، سباق بالشتاء وسباق بالصيفيه، هيك المواطنين فيهم يشاركوا المغاوير ويجربوا يفرجوا بركي مهاراتهم، يجربوا يتمرنوا معهم، يكتشفوا مناطق جديده من البلد. ضيوفي هن جورج نجم وكارول الطوق من اللجنه التنظيميه للسباق. اهلا وسهلا فيكم. بونجور، اهلا فيكم. السباق قرب وبعده على الموعد، ما في اي تغيير، فاكيد اول شيء بدنا نبلش نرجع نجدد تحيتنا للجيش يلي عم بيدافع عنا بهالاثناء. تحب تبلش؟ بونجور البير، ميرسي للانتيفي لاستضافتها. بنحب اول شيء نوجه تحيه كبيره لابطال الجيش اللبناني يلي هلا نحن عم نحكي بالاستوديو عم بيحاربوا كرمال لبنان وعم يسقط لهم شهداء بساحه الشرف. بنوجه لهم اكبر تحيه وبنقول لهم الله يكون معكم، نحن كلنا معكم وناطرينكم لحتى نحتفل نحن وياكم ان الله راد بالنصر. بس ترجعوا. لكن السباق نهار الاحد الجاي. السباق ان الله راد يوم الاحد المقبل، بس لازم نطلع السبت. في شغله كثير مهمه قبل بنهار، نهار السبت عشيه الساعه 6 بصير في ايجاز مفصل بريفينج بيقوم فيه العميد الركن شامل روكوز قائد فوج المغاوير، بيعطي فيه شرح كافي ووافي عن كافه تفاصيل السباق والانستركسيون تبع السلامه والحيطه يلي يجب على كل المشاركين انهم يتايدوا فيها. ورا منا صار في عرف سنوي، ورا كل بريفينج بصير في مثل عشاء قروي بيجتمعوا فيه العسكريين والمدنيين المشاركين سوا على سهره نار، والانطلاق بيصير تاني نهار يوم الاحد على بكره الساعه 6 صباحا. لكن من اللؤلؤ، من سكنه اللؤلؤ لسكنه الارز، هو اسم السباق تقريبا بخبر كل الخبريه. السباق اسمه من سكنه لسكنه. بحب بس اذكر بشغله انه هو برعايه قائد الجيش العماد جان قهوجي. مثل ما اسمه بيشير بيبدا السباق بسكنه وبينتهي بسكنه. بيبدا تحديدا بسكنه استراحه الصخور للجيش اللبناني بمنطقه اللؤلؤ، وبيتوجهوا فيه المتبارين بالوديان. بعد شوي بتحكي كارول بالتفاصيل عن المسارات وعن الشروط. بينتهي السباق بسكنه ثانيه هي سكنه ارز الرب ببشري. اوكي كارول، حضرتك رياضية مثل ما فهمت، مشاركة أو بس منظمة السنة؟ نحن كل سنة منشارك ومنكون مع الجيش بالتنظيم. لكن يلي بده يصير إنه كم كيلومتر رح نمشي ونركض؟ مثل ما فهمت كمان في بايكينج، فترة معينة رح تكون بايكينج. هو في مقسم المسار على ثلاثة باركور. في باركور 12 كيلومتر بيشتركوا فيه الأولاد اللي عمرهم بين 9 و 14 سنة، وفي باركور 23 كيلومتر للنساء يعني بيكونوا مصنفين فيه بس أكيد كل فيه يشترك فيه، وفي باركور 40 كيلومتر. بس النتائج بتجي يعني مين ما بده بيشترك بحياة المسار. في أشخاص بتكون موجودة تتشترك وتربح، في أشخاص بتكون موجودة بس تتسلى وتعمل راندوني بالطبيعة وتمشي وتتلاقى بغيرها يعني. بس الفكرة انه نحن عم نمشي مع الجيش، مع المغاوير. هلا رح يكونوا قدام، يلي بده يكون معهم بده يشد الهم شوي. هن بيكونوا قدام وحدنا ومعنا، وعلى كل المسار في تشيك بوينتس حتى يعني حتى الشخص يلي ماشي. نحن عم نمشي بجرد، عم نمشي بمناطق فاضيه يعني بجبال فاضيه، دونك كل كلكو كيلومتر في تشيك بوينت تيتاكدوا انه الاشخاص يلي مشتركه قطعت على هيدي النقطه تنحافظ على سلامتها. هلا الاشخاص اللي بتشترك بفرق ثلاثه، يعني ما في يجي انديفيديو يشترك وحده، يعني بدنا نكون كل واحد مع اثنين. مزبوط. شباب وبنات ما في مشكلة. هلا يلي حتى أطفال، بس إذا الواحد بده يتصنف لازم مثلا بإتاب ال 23 كيلومتر بباركور 23 كيلومتر يكونوا ثلاث صبايا. هلا فيهم يكونوا شباب وصبايا بس بيكونوا بيتصنفوا مع الرجال. اوكي. دونك بس بإكيب يعني بالمسار الجديد اللي انفتح هيدي السنة، هي أول سنة بينعمل للفيلو، رح يكون من سكنة اللؤلؤ وصولا لكنيسة الرب 23 كيلومتر. هون رح يشتركوا كل شخص وحده لأنه رح يكون على الفيلو تبعه. عظيم. شو رأيكم نشوف الفيديو بروموشن الفيديو لسباق هالسنة من سكنة لسكنة؟ ننطر هيدا المارش مع المغاوير، كل سنة بنشارك فيها وبنشجع الكل يشاركوا فيها. هيدا نشاط ناجح جدا وأنا بشجع كل العالم يشاركوا فيه. كون مغوار لنهار شي كتير حلو. شاركنا من كل أعمار، من اللي عمره 5 سنين للي عمره 70 سنة. صرت بشارك أنا كل سنة، كل سنة بطلع الأول. لازم نحن نشكر العسكر لأنهم عم بيشجعونا نكون قوية بالمستقبل. أنا بشجع كل من عمره يشاركوا لأنه هيدي تجربة كتير حلوة وما بتنتسى.
شيء كتير حلو إنه خطيت مع المغوير مع جيش لبناني. On experience كان بيعقد يعني أنا بشجع الكل حتى شاركوا كل سنة معنا. Thanks a lot for the army. قلبك مغوار لقينا، هيدا هو الشعار للسبق السنة. شفنا النمر يلي طبعا هو بيمثل المغاوير، مغاوير الجيش. جو كتير حلو، كل الأعمار، في ناس عم تتنافس لتربح، في ناس عم تتنافس أو بس عم تتمشى لتلتقى بغير الناس، تكون مع الجيش، تكون مع الأصدقاء. خاصة المناطق كتير حلوة، منشجع أكيد كل الناس تكون موجودة. لكن من نام فوق بنطلع السبت نحضر البريف، من نام فوق من بعد العشاء القروي ما بدنا ننتقل كتير لنقلع الساعة 6 على بكرة، وساعة 6 على بكرة بنكون مشينا من اللقلوق. نوصل أي ساعة؟ ديبنز على كل فريق وكل مسافة بالأفريج يعني بال يعني في فرق من الجيش كانت توصل بثلاث ساعات لأربعين كيلومتر من المغاوير، بس حسب يعني فينا يعني ماكسيمم هو الوصول الساعة 2 بسوق، لأن بيكون في سيريموني دو كلوتشور بغابة الأرز، تحت الأرز بغابة الأرز الرب دونك، وتسليم الجوائز والربح دونك. من هيك الوقت يعني الليميت هو أدوزر ساعة 2، بس إذا في أشخاص وصلوا من بعده أكيد في على كل المسار بعده الجيش موجود تيتأكد أنه الجرد فضي من العالم المشاركين بالسبق، وأكيد موجودين على استقبالهم. نعم، في كتير أهداف حلوة لهالنهار. بعرف إنه الجيش هو اللي بينظم، يعني حتى في لجنة أنتم حضرتكم موجودين فيها، ولكن الفكرة من طالعة من عند الجيش، من مؤسسة الجيش، في ناس بتساعدهم مثلكم، ولكن شو الهدف فعلا من هيدا النهار؟ ألبير، في كذا هدف لسبق مثل هيدا بيتعب عليه فوج المغوير كل سنة لحتى ينظموا وينجحوا، يعني عملية كتير كبيرة لحتى تنجح فيها دقة. يمكن السنة في هدف هو الهدف الأسمى والأنبل يلي عم بيفتش يوصلوا فوج المغوير والجيش اللبناني بظل كل الظروف الصعبة كتير والمحزنة يلي عم يقطع فيها لبنان واللي عم تقطع فيها عامة المنطقة كلها، حروب ودمار ودماء عم تنزرف كل يوم بكل المنطقة العربية من العراق لسوريا لفلسطين وانتهاء للأسف الشديد بلبنان. بظل كل هالظروف الصعبة، بظل الحروب والدمار، الجيش اللبناني وفوج المغوير مصرين يقطعوا رسالة سلام، رسالة محبة، رسالة بناء وطن آمن وسالم لجميع أبنائه. ويمكن هالحدث يلي عم بصير بهالظروف اللي مرة جديدة محزنة جدا وصعبة للغاية بشكل متنفس لكل اللبنانيين من خلاله بنفسه عن كل شيء عم بيصير. هيدا يمكن الهدف الأسمى، بس في كمان مجموعة كبيرة من الأهداف يلي بيسعى إلى الفوج. أولا ويمكن هيدا كمان من أهم الأهداف، تشجيع التواصل والتلاقي بين المؤسسة العسكرية من جهة، والحوار بين المؤسسة العسكرية من جهة، وبين المجتمع المدني من جهة تانية، وبالأخص بالمجتمع المدني الشباب والشابات يلي بيشكلن هالسباق فرصة فريدة جدا من نوعها، إنهم يشاركوا بسبق واحد بحدث واحد جنبا إلى جنب مع العسكريين، لا بل إنهم يتباروا معهم ويتنافسوا معهم، وإذا كانوا أفضل منهم بيقدروا يربحوا. في كمان أهداف أخرى مثل مثلا تشجيع الرياضة عامة والرياضة الجبلية خاصة، تشجيع السياحة بلبنان. هون في شغلة مهمة كتير، كل سنة مع كل الظروف اللي بتصير بيضل يجي مشاركين من كافة أنحاء دول العالم، من أوروبا، من أمريكا، ومن كل المنطقة. بنعطي من خلال هالشغله صوره حلوه عن لبنان وصوره سياحيه ممتازه. والهدف الاخير بركي هو تشجيع التلاقي والتواصل بين الشباب انفسهم. بيشارك بهالسباق كل سنه فوق ال 2000 مشترك، بيجوا من كافه المناطق اللبنانيه، من كافه الاطياف والالوان والطوائف، وبيشتركوا سوا بروح رياضيه وبروح منافسه كتير حلوه. بيامل فوج المغاوير والجيش اللبناني انه يعممها على كل شيء بيصير بلبنان. بشكل سريع كارول، كيف فينا نشترك اذا ما اشتركنا بعد؟ كان الرقم قطع خلال البروموشن، فينا نرجع بس نقول رقم التليفون. مزبوط، 01-874-493. فيكم تتصلوا على هذا الرقم للمعلومات، بس المعلومات كمان موجوده على labarmy.gov.lb. في ابلكيشن لازم كل الفريق بده يشارك يعبيها مع صوره شمسيه، صوره عن اخراج الايد، صوره عن الاسيورانس، وبيتودوا على rangers@army.gov. على كل حال على الويب سايت المعلومات كلها. مزبوط، وحتى موجودة. في فيسبوك باراكس تو باراكس بيلاقوا كل المعلومات. Thank you very much. Good luck لهذا النهار. بناخذ بريك مشاهدينا، بنكمل نهارنا.